هل هناك قتال وجهاد ضد الكفار بغير إذن الوالدين؟ أما بالنسبة لقتال الدفاع عن بلاد المسلمين إذا حوصرت أو هجمت فإن هذا فرض عين ما يستأذن فيه الوالدان، يدافع عن بلده، يدافع عن بيته، يدافع عن حرمته، ولا يستأذن الوالدين، لأن هذا جهاد ضروري فرض عين. أما جهاد الطلب وغزو الكفار هذا لا بد من إذن الوالدين. نعم.